تقول: ما حكم الذين يتشبهون بالكفار في كل شيء حتى في ملابسهم وأعيادهم وقصات الشعر؟ قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وقال: لا تشبهوا باليهود والنصارى. قال: لا تشبهوا بالأعاجم، لا تشبهوا بالجاهلية. فلا يجوز التشبه بالكفار، لا في عباداتهم ودينهم، ولا في عاداتهم وتقاليدهم الخاصة بهم. من تشبه بقوم فهو منهم، هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عام